اليوم أيها الأحباء هو الأحد الرابع من شهر مثل المبارك، وده آخر أحد في السنة القبطية، آخر حد من الشهور الـ 12. لكن في شهر صغير في السنة القبطية اسمه شهر النسيء، وده عبارة عن 5 أو 6 أيام. اليوم قراءات اليوم كلها بتكلمنا عن نهاية العالم ومجيء ربنا يسوع لكل المجد مرة ثانية بالجسد ليدين الأحياء والأموات. النهاردة كانت القراءات من بشارة معلمنا مرقس أصحاح 13، وحد النسيء لما يجي فيه هذه القراءات بنقرأ من بشارة معلمنا متى أصحاح 24، والاثنين بيتكلموا عن نهاية العالم ومجيء ربنا يسوع لكل المجد ليجازي كل واحد على حسب أعماله. أيام نوح الشر انتشر في الأرض ببشاعة، لدرجة أن ربنا له كل المجد غضب على البشرية وتأسف في قلبه أنه عمل الإنسان بسبب الشر، وقال أنا همحي الإنسان من على وجه الأرض. ولكن لأن ربنا له كل المجد أوجد الإنسان للحياة وليس للموت، أبقى له بقية. هذه البقية القليلة الصغيرة في نوح وأسرته. نوح وأسرته كانت 8 أنفس فقط، وجد فيهم الإيمان والسير حسب وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. فقال أنا هجدد عهدي مع نوح ونسله، لكن بقية البشرية كلها سأني عليها. وكلم نوح قال لي يا نوح قل للناس إن ما كانوش يتوبوا أنا هغرق العالم كله بالطوفان، أما أنت فاصنع لك فلك، سفينة كبيرة خالص تعوم فوق المية كده، وحدد له مسافتها ومساحتها وكل حاجة. قال له تدخل أنت وبنيك وزوجات بنيك ومراتك، وتاخد من كل الحيوانات الطاهرة والغير الطاهرة 2 2، وتدخلهم جوه الفلك علشان أنا بعد كده هنزل الطوفان. نوح لما ربنا كلمه كان عنده 500 سنة، ونوح فضل يبني في الفلك 100 سنة، فأجيال تعقب أجيال يحكوا البعض، يبص لنوح وهو بيبني الفلك ويضحكوا عليه، تعمل ايه يا نوح؟ انا بعمل الفلك. ليه يا نوح؟ عشان ربنا هيغرق العالم كله بالطوفان. يهزروا وينكتوا عليه ويروحوا يقولوا الكلام ده للي في البيت، والبيت يسمعوا الكلام ويهزروا وينكتوا، يجي الجيل ده يموت الجيل اللي بعده ينقل لهم نفس الكلام، ومحدش منهم تاب. لكن في اليوم الذي لا يتوقعه احد ابدا، الله الصادق في مواعيده نزل الطوفان واهلك المسكونه كلها ما عدا نوح وبيته. احنا هذه الايام نفس الموضوع، ودي رسالة ربنا يسوع وكل المجد لينا في هذا الصباح المبارك. احذر التواني، وان تعتبر ان كلام ربنا يسوع وكل المجد اهو كلام، لا مش كلام، لانه قال لنا انظروا الى نوح والطوفان،
قد ايه الناس كانت عايشه في استهتار غير مبالين بكلام نوح، وفجاه اتى الطوفان قضى عليهم، واللي نجا اللي تمسك بوصايا ربنا ووعوده وما شكوش فيها، نوح وبنيه اللي احنا خرجنا من نسله. فدي رسالة ربنا يسوع كل المجد لينا. فيش حد أبدا وهو بيقرأ الإنجيل ولا يسمعه يفكر إن ده مجرد كلام. قد إيه الواحد بيتأسف في قلبه لما يحصل فيه مشكلة بين اتنين، إن كانوا أصدقاء ولا زوجين، ونجيب آية من الإنجيل نقول ربنا يسوع يا أبونا ما تجيبناش من الإنجيل للدرجة دي. هو كاهن هيجيب لك منين؟ من نفسه؟ لا، لو جاب لك من نفسه يبقى زي قلته لأنه ترابه رماد في الآخر. لكن هو يأخذ مما له، له كل المجد، ربنا يسوع له كل المجد ويعطيك. إن استفدت بكلمته ربحت، لكن لو اعتبرته أهو كلام، يعني ما وراكش حاجة يا كاهن أنت إلا أنك تقول ربنا قال. ما ده هو رسول رب الجنود، هيجيب لك منين؟ هيجيب لك من العالم ويقول لك، هياخد اختبارات أهل العالم ولا أهل البشر عموما ويديك. كلهم تحت الضعف، فبياخد مما له ويعطيك. علشان كده مؤشر واضح جدا مدى تأثرك بكلمة ربنا وعملها في حياتك، إن كنت أنت ماشي إزاي؟ هل فعلا أنت مستعد للمجيء ولا بمجرد كلام؟ الإنجيل يقول لنا حاجات كتيرة جميلة خالص وعلاماتها واضحة وبتظهر والإنسان ما يتأثرش. لكن لو واحد أرى في علم الفلك والنجوم وقال لك ده مش عارف الشخص ده يعني مواليد برج مش عارف إيه ولو وصفاته كذا، يصدق الكلام ده؟ بقى معقول احنا وصلنا للدرجة دي؟ احنا كلام ربنا يسوع له كل المجد. واحنا بنسمع ونرسم الصليب وننحني، ولكن تأثيره فين في حياتنا ايها الاحباء؟ تأثير كلمة ربنا فينا فين؟ زمان من 30 سنة مثلا من بداية الكهنوت، كان الرجل الكبير لما يقول للشاب الصغير نصيحة يقول له شكرا يا عم فلان، ويبقى فرحان ومبسوط. بيجيب له النصيحة منين؟ من أقوال القديسين، من أقوال ربنا يسوع، من الرسائل، من الكتاب المقدس عموما. يجيب له سيرة قديس كده كان يشكره يبقى فرحان. دلوقتي ما ظنش إنه ولا واحد جاب شاب كده وقال له أنا عايز أقول لك على حاجة يقول له تفضل يا عمو، يبقى مبسوط كده. هيقول له يعني ايش وايس انا عارف. ده معناه ايه؟ معناه ان لازم احنا نكون متمسكين بتأثير بكلمة ربنا، عشان كلمة ربنا دي هي اللي فيها الخلاص. من غير كلمة ربنا مفيش خلاص. يوجد رجاء لأعظم خاطي يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد أعظم خطر على أعظم قديس يهمل الكتاب المقدس. اللي بيقرأ الكتاب المقدس هيوصل للحياة الأبدية، يكون مستعد لهذا اليوم، يوم المجيء أو حتى يوم الوفاة، مش فرقة. يوم الوفاة هو زي يوم المجيء بالضبط. هذا اليوم ما فيش إنسان يعرفه هيتوفى إمتى. مجيء ربنا يسوع له كل المجد برضه محدش يعرفه. فهذا اليوم وتلك الساعة لا يعلم بها ما أحد. اللي متمسك بوصايا ربنا وكلمته فقط له تأثير، كلمة ربنا له تأثير قوي عليه فقط. مهما كان خاطي هيرجع هيتوب. كلمة ربنا عاملة زي الصنارة بتصيد الإنسان. يوم ما كلمة ربنا تملك قلب إنسان انتهى الأمر، خلاص الإنسان وصل. لكن يوم ما الإنسان يهمل كلمة ربنا معتمد على إنه عارف كل حاجة، ويا ما قرأ الكتاب المقدس قبل كده
ويتكاسل في قرايته، يفضل ينسى 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 لحد لما يعتمد على نفسه بره الذات، يحس بقى ما انا مفيش جديد، هو هو اللي انا بقراه كل يوم. اشبع بالانجيل، خليه اثر فيك، لان ده هو اللي هيقودك الى الساعه الاخيره دي اللي انت تعرفهاش. اول ما يجي في نص الليل او عند نصيحة ضيق ام صباحا، الا هيجد نياما نايم، يعني لا يمكن يروح السماء هذا الانسان النايم. واللي انا اقصده اللي هو بعيد خالص عن كلمة ربنا. ولكن الانسان اللي يجي ربنا يسوع له كل المجد في الوقت المناسب المحدد اللي هو حدده بنفسه، لانه هو فوق الزمن. الزمن ده بتاعنا احنا، نحدد الايام والشهور والسنين ده بتاعتنا احنا، عشان احنا عايشين في الارض هنا، الزمن ده تبع الارض. لكن الله فوق الزمن، فوق الكون كله، فوق الزمن. فالايام دي بالنسبه لي ليس لها قيمه. ألف سنة عند الرب كيوم واحد، ويوم واحد عند الرب كألف سنة. فيجي في الوقت اللي هو يحدده وإحنا ما نعرفوش أبدا، إلا هيجده صاحي سهران في كلمة ربنا، فاهم وبينفذ بكل بساطة، مش بكل فلسفة، ينفذ وصية ربنا بكل بساطة. الإنسان اللي بيعمل كده هيخلي باله من حاجتين. اولا هيخلي باله من الخطايا، هيكون سهران عليها. والخطايا ما بتجيش من الاعضاء لكن بتيجي من الفكر، فيكون سهران على فكره. انا نائمة وقلب مستيقظ، انا نايم طول الليل بس فكري شغال فيه، فربنا له كل المجد. وجدت كلامك كالشهد، طول الليل حتى وانا نايم عمال افكر في كلامك. فمنين هعمل خطية وأنا بفكر في كلام ربنا؟ أي اتفاق بين النور والظلمة؟ أي شركة بين المسيح وبليعال؟ مش ممكن أبدا. طول ما أنا متأثر بكلمة ربنا وشبعان بيها هنام بيها، حتى لو نمت قلبي مستيقظ عليها وفكري شغال فيها في كلمة ربنا. يبقى هيجدني نايم إزاي وأنا كلمته مأثرة في قلبي؟ الحاجة التانية الحب. يوم الإنسان كلمة ربنا تأثر قلبه تخليه صاحي جدا ليوم المجيء. وعشان كده، لأن مفيش إنسان بيكره هيروح السماء، مفيش إنسان عنده غل وحقد ونميمة وزميمة والتفوه بألفاظ لا طليق هيروح السماء أبدا. ده نابع من القلب، نابع من عدم الحب. إذا الإنسان تأثر بكلمة ربنا عملت فيه الحاجتين دول، بعد عن الخطية وازداد في الفضيلة جدا، وأولهم المحبة. يوم المحبة تملك القلب بكلمة ربنا داخل القلب، تأثر الإنسان كلية بربنا يسوع له كل المجد، وأصبح على شكله على صورته. فلما يجي في النهاية ربنا يسوع له كل المجد في الساعة التي لا يتوقع أحد، ويجد هذا الإنسان سهران بكلمته يقضي السماء، التاني الايه نايم لا يمكن ياخده السماء. وده اللي اختصر ربنا يسوع في مثل العشر عذارى، اللي مولعين مصابيحهم واللي طافينها. اللي مولعين مصابيحهم بكلمته بروحه القدوس راحوا السماء، واللي كانوا طافين الروح ما راحوش السماء، اغلق الباب في وجوههم. ودي رسالة ربنا يسوع وكل المجد لينا النهاردة، أن نحذر التهاون ولا التواني، لا نتوانى ولا نتهاون في حياتنا، متوقعين مجيئه المبارك في أي لحظة، زي ما عمل مع نوح وقال أنه هينزل الطوفان وفعلا نفذ. كذلك أيضا هو قال أنا هاجي في وقت لا يتوقع أحد، فلنتوقع هذه الساعة. كان قبل ربنا يسوع لما يجي في مجيء الأول أيضا كانوا منتظرينه، ولما توانت المسكونة كلها واعتبروا الموضوع ده مجرد كلام أتى في ملء الزمان. كذلك أيضا هذه الأيام اللي احنا فيها بنتوانى وبنتهاون وبنقول في أنفسنا، ما هو الكلام ده قالوا من 2000 سنة ما جاش ليه؟ 1000 سنة عند الرب كيوم واحد، ويوم واحد عند الرب كألف سنة. وبيكررها تاني بيقول احذر من التهاون
أو التواني. ربنا يسوع له كل المجد، يبارك حياتنا ليلانا كل مجد وكرامة.